السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة عرب جرو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم بتكلم عن نوع جديد من الدروس، أول مرة أتكلم بالطريقة دي، ولكن قد يمر مستخدم جرو لينكس نفس المشكلة هذه. ببساطة عندي فايرفوكس وعندي ولاء الموزيلا، ما بستخدم متصفح ثاني، لذلك ما أبي أطلع عن هذا الإطار، أبغى أستخدم فايرفوكس فقط. جيد، بعد هذه المقدمة دخلت الفايرفوكس، حصلت بعض الفيديوهات عندي ما تعطي HD، علما بأنه أنا رافعهم HD أصلاً. أوكي، وش المشكلة؟ إيش صاير؟ أنا أستخدم تقنية HTML5، ما أستخدم فلاش، حذفت فلاش من برنامج غير حر وأستخدم HTML5 طابلة، لأنه أنا ما عندي شيء غير اليوتيوب أصلاً في فيديو. فإيش سويت؟ ما لقيت التقنية هذه تشتغل، اللي هي تقنية HD عالية الجودة، حدك 360. أوكي، فلقيت حل إن شاء الله إنه بينفعكم. كيف تقدر تحل المشكلة هذه؟ ببساطة، أول شيء تأكد إنك أصلاً مشغل HTML5. أوكي، طبعاً اللي أنا أقصده إنه لما تجي الفيديو هذا، عندك هذا كمثال طبعا، وتيجي للجودة هنا تحصل انه 360، يفترض انه الى 720، انا متأكد انا حاطه 720 اصلا. طيب، راح للرابط هذا، خلونا نحط مجلوكيشن. اوكي، اللي هو youtube.com/html5، اتأكد انك مفعل الخاصية هذه. اوكي، اللي هي استخدم مشغل افتراضي. اوكي، يفترض انك تفعل الفايل. طبعا لاحظ انه عندي مشاكل هنا. اوكي، هذا يدل انه المتصفح عندي في مشكلة ما بيشغل. قبل هذا كله، اوكي، خلنا نروح هنا ونتأكد من نفس الرابط هذا، ناخذه. اوكي، ونروح على كروم او كروميوم. زين، هذا كروميوم. لو رحت هنا للكروميوم، اوكي، وحصلت نفس الدقه موجوده ولكن الفيديو هذا مو موجود، فمعناته هذا الدرس راح يحل لك المشكله. اوكي، اللي عليك تسويه عشان انك تحط الفايرفوكس يدعم ال HD، انك نذكر المتصفح او شيء، بعدين نروح هنا. اوكي، تجي هنا تكتب about config. اوكي، about config. اوكي، طبعا عشان ما تروح عليكم، هذه about config راح يقول لك انه في رساله ما الى اخره، قل ايه. اوكي، ثم اكتب هنا ميديا سورس. اوكي، هذا ميديا سورس. طيب، ثم تعال هنا بدل فولس حط ترو، دبل كليك فقط. اوكي، اوكي، الحين اللي عليك تسويه انك تقفل هذا اللي هو فايرفوكس وتفتحه من جديد. هذا فايرفوكس. زي ما انتم شايفين الحين صار عندي HD. جيد، ايش انتبرنس قلت له. طيب، فالحين صار عندك كثير اشكاليه من فايرفوكس نفسه، فحل عرفناه كيف نحله. تروح الميديا سورسز وتفعله. اوكي، نشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.